السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الأميرة كنزة الأورابية المغربية ابنة زعيم قبيلة أورابا الأمازيغية. هي كنزة الأورابية البرنوصية التازية المغربية. تاريخ الولادة نتاعها ضائع، لكن المراجع التاريخية كتقول بأنها عاشت ما بين القرنين 2 و3 هجرية الموافق ل98 ميلادية، وهي ابنة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأورابي أمير قبيلة أورابا أهم وأشد قبائل المغرب في ذلك الوقت. كانت الأميرة كنزة الأورابية ذات جمال ودين وخلق وحكمة ورجاحة عقل. والحديث عن الأميرة كنزة هو الحديث عن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي فر من بطش أبناء العمومة نتاعو العباسيين في الشرق بعد موقعة فخ إلى أرض المغرب، وتحديدا إلى قبيلة أورابا اللي احتضنته لكونه شريفا سليل آل البيت. في هذه الظروف قدمت قبيلة أورابا البيعة للمولى إدريس، كما قررت مصاهرته بتزويجه ابنة زعيم قبيلة أورابا الأميرة كنزة الأورابية عام 174 هجرية الموافق ل788 ميلادية، والتف حوله عدد من القبائل كقبائل زناتة وغمارة ومكناسة وغيرها. استطعت الأميرة كنزة الأورابية أن تكون خير السند لزوجها في إرساء معالم الدولة المغربية بما اكتسبته من الحنكة السياسية في بيت أبيها، وقد ناهز حكم الأدارسة في المغرب قرنين من الزمن، غير أن البداية عرفت تعقيدات كثيرة. وبما أن المولى إدريس الأول أصبح أول سلطان مغربي، فكان ذلك بمثابة تهديد قوي لهارون الرشيد الخليفة العباسي الذي قرر قتله، فأرسل له رجلا يدعى عبد الله بن جرير الملقب بالشماخ، فتحايل عليه حتى سممه فمات سنة 177 هجرية الموافق ل793 ميلادية. غير أن الأميرة كنزة كانت حامل في شهورها الأولى، ولذلك كانت ضامنة استمرار حكم الأدارسة في بلاد المغرب. تحلت الأميرة كنزة بعد وفاة زوجها بالشجاعة والحكمة من أجل الحفاظ على حقوق ولدها كاملة، فاهتمت بتربية المولى إدريس الثاني وتنشئته وإعداده لتحمل مسؤولية الملك، حيث التفت حولها القبائل بدعم من والدها. وبعد مقتل والدها كان عمر المولى إدريس الثاني 11 سنة، فحشدت له الأميرة كنزة دعم القبائل لتأخذ له البيعة، فتم تنصيبه سلطانا على المغرب. عمل المولى إدريس الثاني على السير بخطى وإيدة وبإرشاد وتوجيه من والدته الأميرة كنزة لإكمال رسالة والده، وهي تأسيس دولة قوية ينافس بها دولة العباسيين، كما أتم بناء مدينة فاس التي أصبحت عاصمة لدولته. تزوج المولى إدريس الثاني والسن ديالو 16 سنة وخلف 12 ابنا ذكرا، وكان للأميرة كنزة الأورابية دور مهم في استمرار حكم الأدارسة اللي أصبح مصدر قلق وتهديد للدولة العباسية التي كانت تتربص بالمولى إدريس الثاني لاغتياله، غير أن الأجل عجل بموته عن عمر يناهز 36 سنة. أشارت الأميرة كنزة لحفيدها البكر محمد بن إدريس الثاني بتعيين 8 من إخوته عمالا على المناطق التي كانت تحت سيادة أبيه المولى إدريس الثاني، حفاظا عليها من الغزو ومن التمردات، وأيضا حتى لا يطمع الإخوة في الملك، بينما بقي الصغار في كفالة الجدة الأميرة كنزة. هي ابنة أمير وزوجة السلطان إدريس الأول وأم السلطان إدريس الثاني وجدة السلطان الثالث محمد بن إدريس الثاني.
استطعت الأميرة كنزة برجاحة عقلها وحنكتها السياسية على تدبير انتقال الحكم إلى ابنها المولى إدريس الثاني، كما عملت على الوقوف إلى جانب أحفادها في تسيير شؤون الدولة الإدريسية في المغرب. والخلاصة أن الوثائق التاريخية كتشهد بالدور الكبير اللي لعبته الأميرة كنزة الأوروبية في إقامة أول دولة إسلامية بالمغرب الأقصى، مما يجعلها من أعظم النساء في التاريخ المغربي عموما وقبيلتها خصوصا.